أهلا وسهلا بكم متابعينا في نشرة أخبار المساء ونتابع فيها. كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي كشف تفاصيل مبادرة التمويل العقاري، موضحا أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدود الدخل يصل إلى 350 ألف جنيه على ألا يزيد دخل الأعزب عن 4000 جنيه و500 جنيه والأسرة 6000 جنيه شهريا، مشيرا إلى أن القسط الشهري يصل إلى 1127 جنيها لمدة 30 عاما بالنسبة لمحدود الدخل بفائدة 3%. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل فإن الحد الأقصى لسعر الشقة لهذه الفئة لا يزيد عن 1,000,000 جنيها، مشترطا ألا يزيد الدخل عن 10,000 جنيه للأعزب أو 14,000 جنيها للأسرة شهريا. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة ملفات الأنشطة للصفوف الدراسية الأول والثاني والثالث الابتدائي وفقا لنظام دراسة الطالب عربي أو لغات، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات المصريين في الخارج للعام الدراسي 2020-2021. وأكدت الوزارة أن ملفات الأنشطة سوف يتاح تحميلها اعتبارا من الثلاثاء الموافق 23 من مارس لعام 2021، وتستمر لمدة 10 أيام، وأنه على الطالب أداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي الأمر بتقديم الملف بعد استكماله إلى السفارة في مظروف مغلق بحد أقصى أسبوع بعد انتهاء فترة التحميل. ونتابع معكم أيضا، عبر المجتمعون في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة عن تقديرهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الفلسطيني وعلى الجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة. وناقش المجتمعون القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني استنادا للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 من يناير لعام 2021 وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها مما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة. قال الكرملين إن روسيا تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإعداد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة من المتوقع فرضها عقب نشر تقرير للمخابرات الأمريكية يتهم موسكو بالتدخل السياسي. وذكرت تقارير للمخابرات الأمريكية أنه من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بذل جهدا لمحاولة ترجيح كفة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020. وقال المتحدث باسم الكرملين أنه لا أساس لهذه المزاعم، مشيرا إلى أنها لا تستند لأي دليل وأنها ستؤدي إلى المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية. ننتقل معكم إلى أخبار الرياضة في المساء. قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة بعد اجتماعها اليوم مع أندية الدوري الممتاز قررت انتهاء الدوري هذا الموسم آخر سبتمبر المقبل على أن يستمر بنفس الوضع كما هو عليه دون مزيد من الضغط على الأندية. ورفضت أندية الدوري الممتاز اقتراح اتحاد الكرة المصري بضغط مباريات الدوري وكأس مصر هذا الموسم على أن يتم الانتهاء من الموسم الجاري في شهر أغسطس المقبل، ورحبت الأندية باستمرار نظام الدوري كما هو حالياً. ونختتم نشرة أخبار المساء بأحوال الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء. بالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء. إلى اللقاء.